نشكر السيد احمد عبد الله الجبوري على هاي السلة الغذائية بمناسبة شهر رمضان. والله الله يطول عماركم، الله يسلمكم، ان شاء الله نريدكم موجودين. والله ثلاثتهم اخذوهم مفقودين، ثلاثتهم هسه احنا يا اربع عوائل من الدوزه اخذوهم امام احمد، الله وكيلك جو من الشغل عماله، هسه احنا 25 جاهل عليه. الله شاهد هسه لا راتب لا كل شيء ما عندنا. ان شاء الله ان شاء الله هذه مبادره ان شاء الله قيمه، ونطلب من كل المسؤولين ان يسعون هذا المسعى بخدمه اهلهم. نشكر على هاي المبادرة الحلوة، رحم الله والدين ووالديكم ويا أهل بيكم. أي والله أهم شيء مساعدات إنسانية كمثل هذه المبادرات حتى تجوا يزور الناس، ماكو أحلى منها. السلام والله مبادرة كلش جميلة، رمضان عليكم. والله مبادرة يعني جميلة جدا، نشكره على هذا الطيبة. بعد كذا هذا يعني شو سليمان بيك من الدكتور أحمد؟ والله مطالبنا يعني أهم شيء الخدمات البلدية عندنا هنا، شوية ترتيب وشوارع إنارة، هذا المطلوب عندنا. والله هذا من كرم الأستاذ أحمد ومن طيبة، وإن شاء الله نتمنى أن يكون جميع المسؤولين يأخذون حذو الأستاذ أحمد، ونشكر على هذه المساعدة للعوائل الفقيرة المنشورة بالناحية. بعد شو من الناشطات؟ والله نطلب شوية أنه يكون عينة على الناحية، لأنه عايدين جديد للمنطقة، فمحتاجة من كهرباء، من حتى عندنا كسور بالمي يشوفه، سعة المي تشوفه، قلة كادر عمل هناية، فيعزي إلى قضاء طوز أنه يدزون آليات حتى نقدر نصلح ما تدمر منا من داعش. خيرها من الناس يعني اكو ناس فقراء يعني. اي هاي خوش مبادرة ان شاء الله، بارك الله بي. نشكر الدكتور احمد عبد الله. نتشكر منه كثير، وما حد ما وصلنا بشهر رمضان، نشكره على هاي المبادرة الحلوة، ونتشكر منكم الجميع كافة. يا هلا وسهلا. عليكم ان شاء الله. ان شاء الله. شلون نشوف هيك مبادرات يعني؟ والله هاي مبادرات حلوة، وان شاء الله كل واحد يبادر بيها، ونشكر الجميع ونشكر كل واحد. شوفوا الموقف دكتور احمد ابو مازن. والله دكتور احمد هو موقف جيد جدا يعني بهذا الاتجاه او غير اتجاهات، مشكورين هواي هواي. رمضان هاي السله الغذائيه، وانا ان شاء الله اشوف خير وتوفق. والله زين الحمد لله، زين ما شاء الله يعني، ما يخلي لا فقير لا شيء، كلهم يعطيهم مساعدات ان شاء الله. حياتي الله يوفقه، والله زين حياه على يعني كل العالم يصير مثله، والله حياه زين. والله بس هو جاي علينا، ما حد ما جاي زين، يعني الفقره ما حد ما يلقيهم بس هو. اي والله.
عادي نطيب. هذه سلة غذائية من الدكتور احمد حق الله يعينه في شهر رمضان الكريم. شكرا استاذ احمد على المساعدات وما حد واصلنا، احنا حالتنا تعبانه في ذنوب ورحم الله والده. نشكره يعني ندعو جميع المسؤولين يحدون حد، والدكتور عبد الله ان شاء الله الله يبارك فيكم ويسلمك حياكم الله، ونشكره حيل. الله اول ما شهر رمضان شهر الخير والرحمه والطاعات، يعني دائما الخير يكثر به ان شاء الله، واحنا نريد يعني كل مسؤولين وكل هذا يعني تجون جهه يعني ابو مازن يعني الله يحفظه ان شاء الله، والله يكثر امثال ان شاء الله، نريد كلهم يعني يصيرون قدوه للناس، حتى الناس لان الناس تعبانه صراحه، خاصه الارامل ومطلقات ناس يعني ما عندهم احد يعني، فمحتاجين يا معونه هواي يعني. وتشوفون يعني حالة المنطقة خاصة يعني البيوت تعبانة، جينا كل شيء ماكو يعني صراحة، هسه جايين نبدأ من صفر يعني احنا، فاحنا نترجم كل مسؤولين ان شاء الله ان يقوموا بهذه المبادرات وبعد المبادرات اكثر حتى بكي شوية يتقدم المجتمع ان شاء الله. الله كريم عليكم وعلينا ان شاء الله، ينعاد بالصحة والأمان ان شاء الله، يعد على العراقيين بالأمان ان شاء الله. خوش مبادرة هاي طيبة من عندك، رحم الله والديكم. الله يسلمه، الله يرضى عليه، الله يطول عمره، الله يخليه، تسلمون.